الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامجكم اليومي، برنامج مفاتيح، موعد جديد وموضوع جديد دائما يتماشى والدخول الاجتماعي الذي نعيش مع أجوائه هذه الأيام. وعندما نتحدث عن الدخول الاجتماعي نتحدث عن الدخول الجامعي. مشاهدي الأفاضل، نجدد تهانينا لكل الحاصلين على شهادة البكالوريا لهذا الموسم. ومشاهدي الأفاضل، ربما توافقونني الرأي، النجاح لا يتوقف عند الحصول على شهادة البكالوريا، إنما هنا يبدأ كذلك فصل آخر من الجد والاجتهاد، هذا الجد الذي يبدأ من اختيار التخصص لمواصلة الدراسات الجامعية. هذا الموضوع الذي فيه الكثير من الكلام والكثير من الحديث، وتثار فيه كذلك مشاهدي الأفاضل تثار هذه الإشكالية مع دخول اجتماعي، أين ربما يشتكي الطلبة أحيانا من عدم يعني توجيههم للرغبة الذي يبحثون عنها، سواء هذه الرغبة كانت في حب هذا التخصص أو لاعتبارات أخرى. نناقش اليوم مشاهدي الأفاضل واقع هذا التوجيه للجامعة، توجيه الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا للجامعة وللتخصصات. هل لماذا يخضع لمعايير اقتصادية أو لمعايير ماذا تحتويه الجامعة؟ وهل هناك جهات مشاهدي الأفاضل، جهات مختصة تتدخل في الجامعة، خاصة إذا تحدثنا عن متطلبات سوق العمل، هل هناك تنسيق بين الجامعة وهذه الجهات؟ إذا نناقش هذه النقاط وأخرى نناقشها اليوم في معرض برنامج مفاتيح على مدار ساعة ونصف من الزمن. شاركونا وتفاعلوا معنا عبر أرقام هاتف البرنامج التي تمر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى، أو عبر صفحة برنامج مفاتيح. ويشرف البرنامج هذه الأمسية بالأساتذة الأفاضل الذين شرفونا بالحضور. أستاذ ربح كشات، أهلا أستاذ. شكرا. أهلا شكرا. ومرحبا شكرا. أستاذ قرومي، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. ويلتحق بنا مشاهدي الأفاضل بعد قليل بحول الله تعالى الأستاذ حاج سعيد بكير. إذا بدون إطالة نبدأ النقاش مع الأستاذ ربح كشاد. أستاذي الأفاضل، نفتح يعني النقاش مع حضرتكم في هذه الأمسية. التخصصات الجامعية هي حدث التوجيه وحدث اجتماعي بامتياز. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فعلا اجتماعي ولكن تربوي كذلك في نفس الوقت، مرتبط بكثير، لأن الكل يتدخل، الأسرة يعني الكل يتدخل في هذا التوجيه، يعني حدث يعني اجتماعي. صحيح صحيح. مقدار التدخل لا نعرفه حتى الآن، لأن ليس هنالك ولا عمل جدي على المستوى. العملية الآن تعالج تقنيا ككل، يعني فيه رغبات وفيه إحصائيات وفيه نظام، وبالمناسبة الذي يوجه هو الجهاز الكمبيوتر، هو الذي يوجه. هكذا تسير العملية. هكذا تسير. هذا أمر جديد يعني. جديد ربما في السنوات الأخيرة. سنرى هذا الرقم بهذا الأمر إذا كان يعني فعال ويضيف لهذه العملية أو أنه فيه عيوب، سنناقش. سنناقش، ولكن السؤال الكبير، هل 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 الطالب أو الذي يتحصل بكالوريا أولا له مشروع خاص به في المستقبل الذي على أساسه يبني توجيه التخصص. نقطة اثنين، هل هنالك داخل المنظومة الأسرية، المنظومة التربوية ككل، ندرب أبنائنا على الاختيار والمسؤولية، مسؤولية الاختيار في كل شيء، ليس فقط في التخصص لكن مسؤولية الاختيار. أنا أختار، أستشير الأهل ولكن أختار. هل في الثانوية مثلا، وهي مرحلة مهمة جدا، هنالك عمل تربوي بالتنسيق مع الجامعة؟ سؤال آخر كبير، هل هنالك سياسة تربوية صحيح تقابلها سياسة اقتصادية، تنسيق مع الجهات التي، وعندما تكون لك سياسات واضحة يمكن أتكلم على هذه المسألة بكل وضوح. هل الآن نعرف سوق العمل في الجزائر كيف يتجه إلى غير ذلك الأسئلة؟ إذن هذا يعني الأسئلة تحتاج إلى تعمق، تحتاج إلى أجوبة، وأكيد في الحصة سوف نتعمق في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا تخص ليس فقط الطلبة ولكن تخص كل التعليم، تخص المنظومة التربوية، تخص كل المجتمع، لأن تكلفة الطلبة لا يرغبون في التخصص ويحملون الشهادات وهم
يعني غير مؤهلين لها وليست لهم رغبة، هو تكلفة إنسانية وتكلفة اقتصادية، يعني تكلفة كبيرة جدا وباهظة. نعم. على هذا الأساس لكن النقاش سوف نتعمق في المسألة لأنها مسألة مهمة جدا. أكيد. وأنا أبدأ يعني مع الأستاذ قرومي، في نهاية الأمر لو نظرنا إلى هذا الموضوع من ناحية الفكرية ومن ناحية التربوية ومن ناحية الفلسفية كذلك، لأن كل هذه العوامل تتدخل في هذا الاختيار، في نهاية الأمر الاختلاف هو رحمة والاختلاف هو قيمة مضافة، وكل واحد له إمكانيات فكرية وإمكانيات عقلية يمكن أن تكون له إضافة. إذن هنا يجب العمل على هذا الطالب في حد ذاته، لأنه في نهاية الأمر هو قيمة، وهذه القيمة يجب أن نكتشفها فيما تعطيه وفيما تضيف للمجتمع. أنا أنطلق من آخر كلمة نطقت بها وهي أن نكتشفها. وشي مهم جدا هذا في الاكتشاف، والاكتشاف اكتشاف ميولات الطالب طبعا هذا يكون من مرحلة يعني متقدمة جدا. يعني الخبراء الآن يعني في الغرب صاروا يكتشفون ميولات الأطفال ويبنون اختياراتهم على حسب هذه الميولات والمواهب. فريق عمل يعمل، يعني هناك فريق عمل. نعم. إذن لابد أن ننتبه إلى أن قضية التوجيه ليست مسألة هكذا سطحية، قال أنا جبت الباك نروح للتخصص الفلاني. لا 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 لا، كاين اشياء تسبق كثير شهاده البكالوريا. يعني قبل ما يبدا الطالب يعني حتى يجيب بكالوريا باش يفكر في التوجيه، لا، من قبل يهيئ نفسه للوجهه التي يرى ميولات له وحده. ولما تكون عنده رغبه لابد ان يحقق العوامل التي توصله الى هذه الرغبه. احنا الان يعني لما ننطلق من الثانويات ولا المتوسطات، جميع الاسر تقول لك انا وليدي ماذا بيا يخرج طبيب، ولا وليدي ماذا بيا يخرج مهندس، ولا وليدي المهم تخصص من التخصصات. لكن بالنظر الى المؤهلات ولا بالنظر الى الميولات والمواهب، تجد بان هذا الولد اللي راهو في المتوسط لا يصلح لا للطبيب ولا للمهندس ولا اعلى، لانه غير مهيئ لذلك. فإذا أراد أن يحقق هذه الرغبة يحتاج إلى اغتنام الفرصة. نعم. ويصير حسب القدرات نتاعه، وهنا تأتي كلمة الرفق التي أشرنا إليها عدة مرات، وهي عوامل النجاح: الرغبة، ثم اغتنام الفرصة، ثم اتباع القدرات التي لديك. أنت ما تروحش كثر منك، لازم تتبع القدرات التي لديك وتسعى أن تطورها. وهذا ما يبدأ في المرحلة الابتدائية، ثم المتوسط، ثم الثانوي، ونتيجة شهادة البكالوريا تكون تحصيل حاصل. وش معنى تحصيل حاصل؟ يعني يبدأ الطفل يفكر في البكالوريا من مرحلة المتوسط. يعني الطفل لما سأله في الأذان، قلت لك الطفل في المتوسط لما تسأله يقول لك أنا أمنيتي أن أكون طبيبا ولا مهندسا. أستاذ درومي بعد إذنك، إذا مشاهدي الأفاضل حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وما قربها من مدن. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. على هذا المنطلق أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرحب بكل من التحق بنا اللحظة، نناقش مشاهدي الأفاضل في برنامج مفاتيح هذه الأمسية، موضوع التخصصات الجامعية، الاختيار في والتوجيه في مرحلة ما بعد البكالوريا، وهذه التخصصات بين الرغبة مشاهدي الأفاضل والحاجة. نناقش هذه الجدلية هذه الأمسية، ونرحب بالضيف الكريم الذي التحق بنا للتو، الأستاذ حاج سعيد بكير، أستاذ جامعي. أهلا ومرحبا. بارك الله فيكم. أهلا ومرحبا. إذا كما قبل أن نلاحظ نواصل ربما الجزئية ثم ننتقل إلى الضيف بعد أن يرتاح قليلا إن شاء الله. نعم أستاذي الفاضل، إذا كنا نتحدث عن هذه الاختيار الذي يجب أن يخضع للقدرات التي حباها الله سبحانه وتعالى. نعم. لهذا الطالب يجب. نعم. أن نستثمر في هذا المجال لأنه مهم جدا. مهم جدا، وقد تحدثنا يعني في الكواليس أنا والدكتور عن الموضوع، أنه يحتاج إلى منظومة كلية، يعني بدءا من الابتدائي، يعني نرى ملمح التلميذ. نعم. ونسعى إلى متابعته حتى يصل إلى الحصول. أصبحت الآن الحصول على شهادة البكالوريا قلت تحصيل حاصل بالنسبة للطالب الجاد، لأنه أرفع الهمة نتاعو إلى أعلى درجة، فهو لا يفكر في البكالوريا لأنه يعتبر البكالوريا مرحلة انتقالية، لكن هناك من همه أن يصل إلى البكالوريا. الذي همه أن يصل إلى البكالوريا هذا المعدل تاعو يكون 10 10 ونص 11، لأنه الهمة نتاعو ولا كما يقولوا البارا نتاعو نتاع العلم وضحى في مستوى متدني. لكن الهمة نتاعو عالية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلقت لو كانت تعلقت همة المرء بالثريا لنالها. نعم. وطبعا طموح لازم يكون طموح، وهذا اللي سميناه الرغبة واغتنام الفرصة. أنت الآن راك تدرس في المدرسة الرسمية، تحتاج إلى تنمية قدراتك بالبحوث المختلفة، خاصة في الوقت الحالي، يعني أصبح تطوير الذات وتطوير النفس أمرا متاحا لكل من يرغب في ذلك، لأن العلم يعني تطور وتطور بطريقة عجيبة جدا. والأمر الثالث قلنا القدرات نتاعك تغتنمها، ربي أعطانا قدرات، ربما احنا نستغل نسبة قليلة من القدرات والطاقة اللي أعطاها لنا ربي عز وجل. إذا لتحقيق هذا الرغبة في الوصول إلى المهنة الفلانية أو التخصص الفلاني والتخصص الفلاني، لازم نحقق هذه العوامل الثلاثة اللي هي الرفق التي أشرنا إليها، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني يوصل به الإنسان. فلما يصل الشاب إلى تحقيق بكالوريا، الآن الشباب الآن ماهوش يحوس على حصول البكالوريا، وهذه من الحاجات الإيجابية اللي ولينا نشوفوها في المجتمع نتاعنا. الشباب نتاعنا الآن واللي نجحوا في شهادة البكالوريا يجيب بكالوريا ب 14 ما تعجبوش. ها علاش؟ لأن له همة عالية، حاب يوصل لواحد التخصص اللي هم دايرين له أنسوي، يعني حد أدنى، باش يقدر يدير الطب ولا يقدر يدير جراحة الأسنان ولا المهم أي تخصص من التخصصات. نعم. يحتاج إلى نقطة عالية. وطبعا هناك نوع من الظلم
في التقويم للطالب. أكيد ربما سنتطرق إلى هذه المطبات ربما التي تحدث فيما يخص توجيه الطلبة بعد نجاحهم في شهادتي البكالوريا. ولكن دعني أتوجه إلى الأستاذ حاج سعيد بكير. إذا ذكر يعني جزئية مهمة أستاذنا الفاضل الأستاذ قرومي، قال بأنه هذا التخصص يعني هذا الاختيار هو أكبر من أنه يكون في مرحلة ظرفية بعد النجاح في شهادتي البكالوريا. إذا كنا نعتبر أن النجاح في شهادتي البكالوريا هو قيمة لهذا المجتمع، قيمة علمية، قيمة اقتصادية، قيمة اجتماعية، إنما هو يبنى من الصغر. لا نلتفت لهذا الطالب إنما عندما ينجح إلى شهادة البكالوريا ثم يعني أخذ إجراءات كما ذكرها الأستاذ رباح كشاد. الآن أصبحنا يعني عن طريق المعلوماتية، عن طريق يعني التوجيه، عن طريق الإعلام الآلي وجه الطالب، وإنما العملية تكون أكبر. يعني ما رأيكم؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله في النعمة. قال الأستاذ الذي أريد أن أؤكد عليه وقد ذكره الأستاذ أن الاختيار التخصص المستقبلي لا يتم وقت حصول على شهادة البكالوريا، لأنه لو تم في سنة شهادة البكالوريا لكان جزئيا وموسميا. صحيح. ولكن لو تم الاختيار سابقا الإعداد يكون هناك ملمح لهذا الطالب، إما ملمحه علمي أو أدبي أو علوم إنسانية أو تقنية، كل ميسر لما خلق له. صحيح. فبالتالي الاختيار يكون مسبقا والإعداد يكون مسبقا. لا أن نملي على أبنائنا ماذا يختارون، ما نقولوش أنت لازم تولي طبيب، مش لازم يولي طبيب، لازم يولي الحاجة التي يتقنها ويريدها، وبالتالي أوجهه إلى ما يسر له القدرات النفسية القدرات نتاعه. أحيانا نقول أن الطفل ورقة بيضاء نكتب فيه ما نشاء. ورقة بيضاء الجزء الأول صحيح، ولكن الجزء الثاني خاطئ. لا نكتب فيه ما نشاء، نكتب فيه الذي يجب أن يكتب. لهذا نكتشف قدراته ثم نوجهه إلى الوجهة التي ينبغي أن يوجه لها وهو ميسر لها. عندما يتم التركيز فقط على شهادة البكالوريا يكون الضغط كبير جدا، وبالتالي اللي عنده إمكانيات ممكن ذلك الضغط يفقد الإمكانيات، واللي ما عندوش يمكن هذاك التركيز تاع سنة البكالوريا ودروس الدعم والضغط، وكيسمحوا لي كما يقعلوا الدوباج، معناها مثل تسمين الفراخي وتسمين الدجاج وتسمينهم نفس بعض الطلبة يقع لهم نفس الشيء. فيركزون في سنة الشهادة على أولا كيف يراجعون، ما هي وش هو السوجي اللي ممكن يطيحوا، كيفاش تجاوب على السؤال هذا، كيف يجاوب على السؤال هذا، فيعطى أقصى الطرق للحصول على أفضل علامة. ثم لما يحصل على أفضل علامة يقع له انبهار بتلك النتيجة التي هو أصلا لم يكن يتوقعها، وبالتالي الاختيار نتاعه يتم ليس على أساس ما يسر له، ولكن على أساس النتيجة التي حصل عليها. جاب 15 يقول لك مادام جبت 15 ما نروحش لعلوم إنسانية، لأن العلوم الإنسانية نروح لها بعشرة، على أن بين قوسين قاسبي هذه 15 نروح بها العلوم الإنسانية، هو خطأ. فلما يروح بناء على النتيجة التي حصل على شهادة البكالوريا فقد اختار شيئا ليس في مقدوره، وبالتالي يكون تم واحد الصدام بين إمكانياته والواقع هذاك الذي هو فيه. الشيء الآخر الذي يقع فيه الكثير من الطلبة، ممكن الاختيار يتم على حسب ما يختاره المجتمع. بعض التخصصات تولي على موت، قال كاع خير وهذا التخصص هذا، يلا اللي الأقوياء يروحوا التخصص هذا، إذا لازم نروح التخصص، كما يقع بين الشعبة الأدبية والشعبة العلمية. ربما يحدث هذا في العالم الثالث. نعم بارك الله في هذا هو هذه الكارثة. أنا أستاذ رباح كشاد، تجري هذه الأمور المهمة التي تبني وطن وتبني حضارة، والعلم هو الأساس. إذا كنا يعني يتم الاختيار على هذه الاعتبارات مشكلة. فيقول لك إنه اللي يروح الأقوياء يروحوا العلوم، الضعفاء يروحوا الأدبي. إذا حتى ولو كانت عندي رغبة في العلوم الإنسانية ما نروحش، لأنه ماذا ينظر الناس إلى التخصص نتاعي. مرة من المرات واحد عميد كلية الشريعة جاله طالب حصل على شهادة البكالوريا 15 فاصل في تقني رياضيات تقني، وجاي يسجل شريعة. قال له كيفاش انت جبت رياضي تقني 15 من المفروض تروح للطب، علاه تجي للشريعة؟ قال له أنا رغبت في الشريعة. قال له لا روح تسجل، خليك من الشريعة وكذا وكذا. نفس الشيء، معناها علاه لماذا نستصغر بعض التخصصات ونكبر بعض التخصصات؟ لا، كل إنسان ميسر لما خلق له. أنا ممكن
أفيد في هذا التخصص أفضل من تخصص آخر. فإذا وجه الإنسان لغير تخصصه يبدأ في صراع مع ذلك الواقع الماضي. مع ذاته. مع ذاته. نعم، يعني شخصت الوضع بارك الله فيك. وأعرف أختم بهذا اسمحي لي. أعرف حالة واقعية، ماشي واحدة مش زوج مش ثلاثة، باحتكاك مع الطلبة، طالب دخل الطب. علاش دخل الطب؟ لأنه جاب معدل 15 ولم يكن يتوقع أنه يجيب 15 في العلوم، شعبة العلوم جاب 15. راح للطب السنة الأولى أعادها. قلت له لازال الوقت مبكرا باش تبدل التخصص تاعك لأني أعرف الإمكانيات نتاعو. قال لي والو السنة الأولى والفرنسية مش موالفها وفيها الحفاظة وكذا، سأجدد العزم في السنة الثانية. وأعاد السنة الثانية، قلت لازال الوقت مبكر، زاد أصر وألح وأعاد السنة ثلاث مرات، وفي السنة الأولى طب. بعدين خلاص يأس وجد جدار صد، خلاص يأس عاود رجع دار تخصص التجارة. في ثلاث سنوات جاب تقني سامي في التجارة ودخل المجال تاعه ويخدم موفق جدا. لو ذهب مباشرة إلى تخصصه والذي يوافق إمكانياته لكان أفضل له وأفضل للمجتمع. نعم نعم، شكرا بارك الله فيك، شخصت الوضع يعني بصفة جيدة. ما هو الآن كائن في جامعتنا وفي هذا المجال؟ أستاذ بروفيسور رمح كشاد، ما الذي أدى إلى أن الوضع بهذه الحالة؟ يعني صعب يعني بكلمة بسيطة نقول من الوضع، لأن هناك عدة عوامل معقدة، لكن للأسف الشديد بعض الأحيان نعود للوراء نرى الوضوح أكثر. قبل الثمانينات لاحظي كان هنالك المشروع الاقتصادي واضح، لا أدخل في النقاش الاقتصادي، أقول كان المشروع الاقتصادي واضح، فكل المنظومة تم هندستها على أساس هذا المشروع. بنيت جامعة باب الزوار لتخصصات مرتبطة بالصناعة، سمعكم وغيرها. صح. بنيت معهد الفلاحة للمهندسين، فحتى يعني التخصص في الهندسة كان يعني كانت يعني لها صوت أو لها يعني وزن كبير، فكان هنالك يعني رؤية. جميل هذا الشيء. رؤية كان جميل. رؤية، وهذه الرؤية يعني العلم أو المنظومة التربوية، النخبة تذهب إلى البحث وبالمناسبة حتى بعد الثمانينات للأسف الشديد هنالك عقم في إنتاج النخبة العلمية، لأن بعد السبعينات غياب التخطيط، غياب الرؤية، فوضى، أبني ونتكلم على الطالب في اختيار التخصصات وكأن التخصصات الموجودة تلبي الرغبات، صدقيني ونقولها بكل صراحة حتى التخصصات الموجودة فيه كلام كبير، ومشكلتنا في هذا البلد لا نقيم كذلك، لا نقيم. نعطيك بعض المؤشرات لماذا هنالك مشكل في التخصصات. بعض المؤشرات، اعرف بعض الجامعات 80% السنه الاولى رسوب، 80% علمي تقني استي بيسمى اغلب الجامعات. لو الوزاره تعطينا الاحصائيات عدد الذين يطلبون التحويل الان، احصائيه الذين يطلبون التحويل واغلبها ترفض لأن السنوات الأخيرة مشكلة هذا التحويل، مشكلة لأن مؤشر إحصائي يعني أن والطلب الذين أو حامل البكالوريا يعني الآن يدرس ولكن في نية العام الجاي عاود البكالوريا ما أكثر هو ما أكثرهم، يعني هذا تخليك وهذه عين أمامك يعني لا أقول الحمد لله وأنا أعيد البكالوريا يعني يعني هذا يطرح إشكال، يطرح إشكال، لأن هذه المسألة السبب الرئيسي حتى رأيي هو غياب هذه الرؤية التي لا يصنعها لا السياسي ولا الإداري، تبنى من طرف الخبراء وكل فترة يعمل التقييم وفيه مرصد معين للمهن وفيه عمل على أساسه عمل ما يسمى بالاتصال المؤسساتي، يعني الطالب لما نقول له تخير هو عنه كل المعلومات في التخصصات، لأن صحيح فيه تأثيرات كثيرة ولا نعرف مقدار مثلا تدخل الأسرة، لا نعرف المقدار، لكن فيه توجيه الأسرة ولكن فيه كذلك المجتمع. مجتمع يعني الآن احنا في المجتمع الجزائري ولكن ليس على سبيل الموضة كما ذكر الأستاذ، أكثر من الموضة البرستيج، ليس على سبيل الموضة والبرستيج، أكثر برستيج، لأن نحن ما زلنا أن الوليد يقرأ في الطب أنه سفير الأسرة. نعم. المسؤولية الفردية غير موجودة. لو تذهبين نتكلموا على الغرب الطالب عنده يجمع المعلومات من مكاتب توجيه إلى غيره ثم يأخذ القرار لنفسه، نحن لا، لأن حتى الأسرة ولدها طيار، ولدها هذه القضية علاقة الابن
وحتى إذا دار أي إنسان في المجتمع تاعنا، أي إنسان مثلا حتى يكون في عمره 50 سنة دار أي شيء، يبقى دائما يحسب على الأسرة، يمثل الأسرة، وبالتالي في اختيار تخصص. الأستاذ تكلم على الحالة، فيه عشرات الحالات اللي احنا نتكلموا طلبة، صدقيني بعض الحالات يعني مؤلمة. طالب يقول لك يعني وجدت روحي في هذا التخصص وانا ما نحبوش، وبالمناسبة يعني اغلب ونسبتهم كبيرة. نعم. نعم. وفيه نعم. كلمة مفتاحية، هل هذا التخصص مليح؟ هذه مليح عملها مزوجتين ما نشعر مقارنة الى ماذا؟ ما هو فهؤلاء كلهم ضحايا، يعني الطلبة إلى غير ذلك ضحايا لغياب كما قلت رؤية، وغياب عمل جدي، وغياب عمل استراتيجي. نعم. يعني حتى نساعد الطالب في النهاية هو الذي يختار تخصص، وبالمناسبة كم من تخصصات للأسف الشديد لا يحتاجها لا الاقتصاد لا المجتمع لا الطالب، وهذه تكلفة غالية جدا، سواء كانت تكلفة مالية ولا أكثرها تكلفة في حقها إنسانية. لأن هذا الطالب ممكن قد كان ممكن يكون عبقري. وانتهي هنا في حالات طلب مني أن أساعد وحدة ولا واحد ظن لو الاحتياجات خاصة، بعثوه يدير الرياضة لأن الكمبيوتر ما يعرفوش. نعم طابة كبرى، وهذه من الهفوات. نعم طابة كبرى. إذن نتوجه الآن إلى الميدان، نرصد واقع الميدان مع الزميل عبد الغالي خربوش وهذا الروبورتاج، ثم نعود للنقاش. بمجرد حصول التلميذ على شهادة البكالوريا تبدأ رحلة البحث عن تخصص جامعي، رحلة تتدافع فيها رغبة التلميذ وميوله العلمية مع ضرورة اختيار تخصص ضامن لمنصب عمل. بعد حصول أي تلميذ على شهادة البكالوريا، أول شيء ربما يفكر فيه هو كيفية اختيار التخصص الجامعي الذي سيزاول فيه دراسته. أرى أنه من بين ربما أهم المعايير التي يراعيها الطالب في الجزائر أو الطالب الجامعي في الجزائر هي أولا ربما الرغبة والميول، يعني يريد دراسة تخصص ربما يرتاح فيه ويجد فيه ربما منصب مريح مستقبلا، إضافة إلى يعني يريد ضمان مكانة اجتماعية لائقة مستقبلا. أيضا ربما هذا أراه تحدي، ربما هناك جانب سلبي وجانب اجتماعي فيما يخص ضغط المحيط والمجتمع والأهل. هناك ربما طلبة يعني لا يراعون احتياجاتهم الخاصة، وإنما يراعون ربما توجيهات الأهل والزملاء والمجتمع، ولكن لديه عدة انعكاسات سلبية نراها في الواقع من خلال احتكاكنا بالطلبة هنا في الجامعة. مثلا ترى العديد من الطلبة يدرس شهر أو شهرين ثم يقوم بتجميد السنة الجامعية ربما لإعادة البكالوريا مرة أخرى واختيار تخصص آخر، أو تجميد السنة الجامعية والحصول ودراسة تخصص آخر في السنة المقبلة، وبالتالي هذا ما يؤدي إلى إضاعة يعني سنة كاملة من عمره. المشكل يعود أساسا إلى عدم ربما حسن اختيار التخصص منذ البداية لعدة اعتبارات. أيضا باعتبار الجامعة من بين أهم مؤسسات الدولة بحكم مسؤوليتها على تكوين وتخريج النخب والإطارات وتزويد سوق العمل بكفاءات تعمل على تقديم خدمة نوعية للبلاد والعباد، يقع على عاتقها حتمية خلق التوازن بين العرض والطلب. من بين أهم التحديات ربما التي يواجهها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر هو الفجوة العميقة الموجودة بينه وبين قطاع المهني وسوق الشغل، حيث نرى فجوة عميقة يعني بين يعني مخرجات الجامعة نظرا أو قياسا للآلاف من الطلبة المتخرجين سنويا من مختلف المستويات سواء ليسونس أو ماستر وحتى دكتوراه. أصبحنا نرى حتى يعني دكاترة متخرجين خاصة مع النظام الجديد الألمدي، ولكن لا يجدون أماكن في سوق الشغل، وبالتالي نرى أنه يعني يجب إعادة النظر
في هذه القضية، يعني توفير تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل والمهن في الجزائر. أيضا نقطة أريد الإشارة إليها هي أنه حتى مذكرات يعني التخرج بالنسبة للطلبة خاصة في على مستوى الماستر والدكتوراه، يعني هي حبذا لو تكون يعني مبنية على يعني متطلبات سوق الشغل، لأنه الدراسة عندما يقوم بها الطالب يعني خاصة أن في العلم الإنساني والاجتماعي أغلبية يعني الدراسة تكون نظرية، لما لا يقوم ب يعني تطبيقها مباشرة على أرضية الواقع. نقطة أيضا نؤكد عليها ضرورة إعادة النظر في هذه القضية، الفجوة العميقة والكبيرة الموجودة بين يعني مخرجات الجامعة وسوق الشغل والعمل في الجزائر. تبقى مسألة التخصص الجامعي تتراوح بين رغبة الطالب وحاجة السوق في ظل عدم ضبط المسألة إجرائيا واقتصاديا، وهنا ضرورة التنبيه على ألا يفقد العلم قيمته لصالح تحصيل منصب العمل. مشكور الزميل عبد الغني خربوش على هذا الروبورتاج الذي رصد فيه واقع التخصصات في الجامعة والتوجيه لهذه التخصصات، وعند إشكالية يعني مشكور عليها أشار إليها الزميل عبد الغني خربوش. أتوقف أستاذ قرومي، فعلا الجامعة هي أهم مؤسسات الدولة ولديها مسؤولية يعني خلق التوازن داخل المجتمع، التوازن الاقتصادي والتوازن الاجتماعي، وربما اتفقنا كلنا بأن هذا الطالب هو قدرة يعني وهو معطى من نعمة من الله سبحانه وتعالى، عقل هذا الطالب هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وتوجيهه هو أمانة. يعني هذه إشارة إلى إشارة شرعية الجانب الشرعي قبل أن نتوجه إلى مناقشة هذه الإشكالية التي أشار إليها الزميل عبد الغني خربوش في الروبورتاج. شوفي أختي يمنى وطبعا السادة المشاهدين، أنت قلتي الآن الجامعة هي جزء من منظومة في الجزائر، نعم. المنظومة السياسية. أنا أقول أكثر من هذا، الجامعة جزء يسير من هذه المنظومة الكلية. لما نتكلم عن المنظومة الاقتصادية والأستاذ تكلم على المشروع الاقتصادي، المشروع الاقتصادي هذا يتطلب تنسيقا مع المشروع التربوي، يتطلب تنسيقا مع المشروع الاجتماعي، يتطلب تنسيقا مع المشروع الوظيفي. احنا الان لما نتكلم عن تخريج عدد من الاساتذه وعدد من المهندسين وعدد من الاطباء، لابد ان تفكر، تكون هناك منظومه، تكون هناك خليه للتفكير للمستقبل. احنا ما نستعملوا باش هذا الطلبه يتخرجوا ويروحوا انا اعرف يعني طلبه متخرجين في ميادين مختلفه بشهاده ليسانس وماستر، لكن تروح تشوفه مسكين واش يخدم، ما نقولش مسكين لانه عمل خدم رجال سيدهم، يعني يشتغل في مجال بعيد عن المجال تاعو، تروح يشوفوه يخدم مانوفر يقول لك يا شيخ الله غالب انا راني نخدم مانوفر لانه لابد ان اعيل العائله نتاعي، والدراسه نتاعك يقول لك تخرجت وما صبتش خدمه. خلل، هذا خلل، خلل في المنظومه السياسيه، في المنظومه التربويه، في المنظومه الاجتماعيه، خلل كبير لابد له من دراسه عميقه. لازم الخبراء في الجزائر، خبراء الاجتماع، التربيه، الاقتصاد، كلهم يلتقوا في مؤتمر، يعني دبروا راسكم وقعدوا اشهر وقعدوا عام وانتم تدرسوا في الوضعيه، لكن تخرجوا لنا بنتيجه، لانه احنا عندنا طاقه كبيره في الجزائر وهي الطاقه الشبابيه، عندنا هذا العنصر الشبابي نحسد عليه. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استطاع ان يوظف يعني القدرات التي كانت لديه في مجالات متخصصه. يجي المصعب بن عمير يقول له تروح مع المجموعه من المهاجرين، يقول له روح تعلمهم القران الكريم. أسامة بن زيد يقول له تقود جيشا. عمرو بن العاص اللي كان يعني مواجه له لما أسلم وكذا أعطاه القيادة، أعطاه مصر كلها. يعني لما نشوفه النبي صلى الله عليه وسلم يوقف أبي ذر ويقول له إنها لأمانة، لما قال له استعملني قال إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، كأنه قال لأبي ذر أنت لا تستطيع هذه المهمة. إذن
كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر هذه المواهب وأن يوظف كل واحد من الصحابة في المجال الذي عهد إليه؟ كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ إنها نتيجة المواظبة والمراقبة والمشاهدة والمعرفة للطاقة التي لديه صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء نحتاجه نحن في مجتمعنا. عدنا طلبة يتمناهم كل واحد في أي بلد من البلدان، دي لوميير يعني دي جيني، يعني طاقات عجيبة لو كانت تروح لأمريكا يرفدوها في السماء. لكن احنا لا نقدر العلم ولا نقدر أهل العلم، لحقنا وقت وين لازم نضع كل شيء في محله، وهذه الحكمة. نعم. الحكمة أن يوضع كل شيء في محله. نعم أنعم الله عليك أستاذ شيخنا الفاضل، ولكن الآن لو نلاحظ على مستوى كل الثانويات هناك ما يسمى بمستشار يعني التوجيه على مستوى الثانويات. ماذا يعمل مستشار التوجيه إذا لم يقوم بهذه المهمة يعني منذ يعني دخول هذا الطالب ومنذ يعني أن تظهر له رؤية أن يكون فعال في المجتمع؟ وذكرت أستاذي الفاضل أستاذ حاج سعيد لأنه قضية هذا الاختيار لا تهم الطالب في حد ذاته وإنما تنعكس على المجتمع ككل. مهم جدا. هنا سألتي سؤال وجيه، وهي هذه المؤسسات التربوية التي تحضن أبناءنا وتعدهم وتوجههم. العمل الأول ينبغي أن يعمل في هذا الإطار التربوي. لماذا؟ لأنه هذا الإطار التربوي يكتشف أبناءنا، يكتشف مواهبهم، يكتشف ميولاتهم، يكتشف قدراتهم. ثم من بعد ذلك نريد من هذه المؤسسات أن تنفخ الروح في كل التخصصات، لا أن تنفخ الروح في بعض التخصصات وأن تنزعها وتخليها من بعض التخصصات، فيرى لبعض التخصصات على أنها ميتة. تسمحي لي نقولوا انتشار، معناها اللي عنده معدل كذا يروح هذا التخصص، اللي عنده معدل كذا يبدأ ينزل المعدل، حتى الباقية نقول له أي أنتم ما عندكم هذا التخصص وهذا التخصص الذي يجمع كل الشتات. نعم. الذي يجمع كل شيء، تخصص من لا تخصص له، وبالتالي يحس هذاك الطالب هذاك على نعم أنه هذا مؤلم، هذا على أنه وكأنه معناها لا ينفع. وهذه التخصصات في نهاية الأمر هي التي تسير المجتمع، مجال العلوم الإنسانية، مجال التاريخ. نعطيك يعني على سبيل المثال، نعم نتكلم يعني أستاذ. كثير من الجراحين في العالم أكملوا حياتهم بتخصص علم النفس وتخصص الفلسفة. نعم، والتاريخ كذلك. لما نعد الآن كم من الطلبة يذهبون إلى هذه التخصصات نلقاها محدودة جدا. مرة من المرات سألت الطلبة في الجامعة في التخصص تاع الفلسفة، كم منكم اختار الفلسفة اختيار رقم واحد؟ للأسف يعني تجد إلا القليل. صح. إلا القليل. ولما نسأل سؤال جوهري، لماذا؟ لأنه عملية نفخ الروح في التخصصات التخصصات الموجودة في المجتمع هي مسؤولية المدرسة رقم واحد، مسؤولية الأسرة، مسؤولية المجتمع وعلى رأسه وسائل الإعلام. أين تتدخل مسؤولية الأسرة؟ مسؤولية الأسرة عندما ترعى مواهب أبنائها كما هي. الطفل الذي يعشق الميكانيك يذهب للميكانيك، الطفل الذي يعشق الفنون والآداب يذهب للفنون والآداب، الطفل الذي يعشق التعليم يذهب للتعليم، الطفل الذي يعشق الفلاحة الأجرونومي مثلا ويذهب إلى تلك. فيه هذه لماذا ننقص القيمة من الذي يذهب لرعاية الحيوانات من البيطري والفلاح و الذي يعمل دائما بالكومبينيزون، مهندس دولة بالكومبينيزون، بيطري بالكومبينيزون، لا خلل في ذلك. علاه لازم الإنسان الناجح لازم يكون بالكرافات والكوستيم؟ معنى هذاك خير تخصص مليح، يديه ديما نظاف وهذاك يديه مسخين؟ لا، انا اعرف حاله واقعيه. واش قال هذه يد يحبها الله ورسوله؟ لمن؟ لفلاح. 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 يداه تتشققان من الاصابع تاعو من العمل. فلا يمكن ننفخ الروح في بعض التخصصات وننقصها من بعض التخصصات. الاستاذ الفاضل اشار الى اشاره تاع تدخل الاسره، تدخل الى الان تدخل كبير. انا اعرف أحد أب أسرة راجى ابنه، ترجاه أن يذهب إلى الطب، قرأت مليح ومدبية، الأمنية تاعي واحد من ولادي ولي طبيب. ولي طبيب ابنه درس من أجل أبيه مدة 7 سنوات حتى جبد شهادة طبيب، وراح للصالون وعلقها للصالون، قال له يا أبي افتخر ولدك ولي طبيب، حطها في الصالون وروح دارها في التجارية. لم يكن يعشق الطب من البداية، فلماذا ندفعهم إلى بعض التخصصات؟ مهم جدا. تسمحي لي نقول حتى أحيانا الخطاب السياسي
لم يكن يحترم كل التخصصات، وبالتالي لما نذهب إلى بعض نقول أنه لازم العلوم، لازم التكنولوجيا، لازم العلوم، لازم التكنولوجيا، معناها نقول للناس الآخرين باش تنجحوا لازم تروحوا لهنا، إذا ما جيتوش لهنا ما راكمش ناجحين. أنا لست ضد العلوم ولا التكنولوجيا، التخصص تاعي في الثانوية كان علوم، ولكن المجتمع يبنى بكل التخصصات، وبالتالي لما الشاب هذاك ولا نقولوا اللي حصل على شهادة البكالوريا يحس أن المجتمع يحتاج إلى كل شيء، سوف يختار المهنة التي ولا التخصص المستقبلي الذي يميل إليه ويجد ذاته، يحقق ذاته في ذلك التخصص. الإشكال المطروح الذي يطرح، لماذا ندرس في الجامعة؟ أغلب الطلبة يقول لك نخير التخصص الجامعي اللي يحقق لي أقرب طريقي للوظيفة، أقرب طريقي للوظيفة، وبالتالي اختار التخصص من أجل الحصول على وظيفة. فنقول من الذي يوظف الآن؟ المؤسسة الاقتصادية. إذن هناك خلل بين الجامعة وعالم الوظيف وعالم الشغل وعالم الاقتصاد كما أشار الأستاذ إشارة في الصميم. إذن أقول للطلبة عندما تختار التخصص اختار التخصص الذي تحقق به ذاتك. فنسأل دائما نقول ما هي المنفعة التي يحققها من هذه الوظيفة؟ كاين هناك منفعة ذاتية وهناك منفعة اجتماعية. منفعة ذاتية أنا أحقق الحلم تاعي، كنت نحلم ندير هادي وندير هادي وندير هادي، هذه القيمة المضافة التي ذهبت أدراج الرياح، معناها راحت خلاص. واللي نقرا من أجل الدبلوم يحصل على الدبلوم، يجيب الدبلوم، ولكن الواقع يقول أنه دراسات في الغرب أنه 80% من الناس يشتغلون خارج تخصصهم. علاش؟ لماذا؟ لأنه ما كانش هذاك الانسجام اللي مشى يعشق شيء يذهب إليه. نحن نريد من أبنائنا أن يذهبوا إلى أشياء أو إلى تخصصات يديروا فيها اللمسة تاعهم، القيمة المضافة تاعهم، ويحسوا على أنهم يحيون حياتهم لأنفسهم المنفعة وللآخرين، معناها حتى على الآخرين تاع المجتمع. هنا هذا الرأس مال البشري لا يقدر بثمن. عندما نعد في الجامعة الجزائرية أكثر من 600 ألف طالب في الجامعة، مليون؟ أكثر من مليون؟ أكثر من مليون طالب في الجامعة، إحصائية تاعي قديمة، أكثر من مليون طالب في الجامعة، رأس مال بشري كبير جدا، نخبة ثقيل، نخبة المجتمع نحسد عليها، بارك الله فيك. ولكن السؤال، هل نحن معناها نستغلها أفضل استغلال ونحضرها لكي تبني المجتمع أم لا؟ هذا سؤال جوهري ينبغي أن يجاب عليه. نعم، ربما يجيب عليه بروفيسور رابح كشاد، ولكن تحدثنا كثيرا عن الطالب وعن مسؤولية الطالب في الاختيار. ماذا عن مسؤولية الجامعة بدءا بعرض التخصصات؟ هل هذه التخصصات الآن موائمة للعصر الحالي؟ هل هي مناسبة لكل يعني ما يريده الطالب؟ خاصة أن الطالب أصبح الآن مطلع على العالم وما يدور في العالم. أستاذ رابح كشاد، صحيح صحيح، ولكن فيه مسألة في جانب الحكامة غوفرنانس في كل القطاعات. مصيبتنا المركزية كسرت كل شيء. الآن التوجيهات مركزية، مو مركزية، الوزارة هي التي تقرر والجامعة تنفذ، ونفس للأسف الشديد يعني. هذه إشكالية. أعطيك نموذج حي من الواقع. في 2004 عينت على رأس كلية لا أذكر اسمها، فوجدت كلية العلوم الاقتصادية، فنتكلم عن التخصصات، وجدت توجيه تخصصات داخل الكلية، وهذه المسألة ما زلت يعني الذين يشاهدونني إن شاء الله يتصلوا يعني يقدموا الإضافة. فوجدت مثلا التخصصات مثلا 50% من الطلبة حسب المعدل، ثم يأتوا بالمسطرة، 50% الأولين مباشرة يروحوا مالية محاسبة، والتحت يسموهم هكذا اللي ما يقراوش مليح، هكذا يسموهم في كلية. وجدت هذه اللغة. هذا خلل. اسمع مليحة، للتسويق وإدارة الأعمال. الله، أهم شيء. ثم طلبت الأطلع على الذين يعني يحالون أعمال التأديب، فوجدت أكبر نسبة من هؤلاء وضعوهم حولهم إلى متمردين ومتمردات، فأغلبهم هم اللي يديروا مشاكل في الكلية إلى غير ذلك. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني العالم الآن إدارة الأعمال والتسوير، وحتى في القراءة السيميولوجية، ما نسميها قراءة سيميولوجية، لما تعمل الترتيب وتعمل هك وهذا 50% الملاح كما يسموه، يعني يعني عملوا في رأس الطالب في التسويق وفي دلهم عقدة في إدارة الأعمال،
عقده انتم ما تعرفوش تقراوا كيما راهي الان كما قال الاساتذه في اليابان يوجهوا 40% البكالوريا للعلوم الاجتماعيه غير ذلك، حنا يعقدوهم بالاداب وغير ذلك، يعني نفس الشيء. فخذينا يعني الدراسه الى غير ذلك، فكانت المساله بسيطه جدا. عرض على المجلس العلمي، كانت المساله بسيطه جدا. ان يعني في خلال اسبوع قبل التوجيه، خلال اسبوع كل الاساتذه كل في التخصص يعني عرضوا الطلبه وعملوا معرض ومحاضرات يعلموا الطلبه التخصصات كلها. وخذينا قرار اذا تخصص هذا ما حبش يروح حتى طالب نجمدوه. لماذا اضحي بالطالب؟ لانني اريد ان اشغل استاذ في تخصص، وهذه المسألة مطروحة الآن. صدقيني حتى اليوم، وتحية حتى يعني للذين في هذه الكلية، حتى اليوم ما زالت المسألة ويفترض شيخ ويفترض أن يكون التخصص حسب الحاجة. فعلا فعلا يعني، ثم بعد ذلك في عمل على مستوى التخصصات. وصدقيني يعني لما تلاحظي الطالب في الرغبة، يعني أنه التحفيز يصعد بشكل ملفت. يعني هذه المسألة صحيح الان فيه، الان عملوا لنا معادله فيها المداخل وفيها المخارج، يعني في عدد من الطلبه يجيبوا بكالوريا، وفيه الصيغه الخطاب السياسي ان كل طالب عنده حق مقعد في الجامعه، يعني كل عمليه تقنيه. اذا اللي يعني التوجيه يتم بالنسبه ان لازم كل طلبه يروحوا للجامعه، في نفس الوقت داخل الجامعات في تخصصات يجب ان تشغل، نخافوا ان الاساتذه ولو بطالين. يعني هذه المسألة معقدة، والأمر يتعلق أيضا احنا لما نقولوا الجامعة ما نتكلموش على الجامعات فقط، نتكلموا على المعاهد، المعاهد المختلفة. إذا أنا رأيي أن المسألة يجب أن تتوقف بدراسة جدية، تشخيص جدي، سيدي عملوا مسح على مستوى الطلبات، تكون عندك فكرة أوضح. الله فيك. فيه تقنيات المسح، تكون عندك صورة أوضح، ثم عمل عامل على أساسه قد تخرج من هذه المركزيه التي في حقيقه معقده، انك يعني القرار مركزي تعامل مع ارقام بدل ان تتعامل مع بشر، مع ضروره اخذ بالاعتبار ان قضيه تخطيط الجامعات لم يكن بتخطيط الجامعات، كان بناء جامعات بدون تخطيط. واخاف ان على الاقل على السنوات القادمه اذا طبقت المعايير في نجاح البكالوريا ان كثير من الجامعات لا تجد الطلبه العاملين البكالوريا باش تقريهم، لان بنيت كل ولايه جامعه هيكل قاعديه انا متفهم كثيره جدا، ودون تخطيط الى غير ذلك، وبمركزيه الى غير ذلك، تطرح اشكال كبير. اظن ان حان الوقت ان يكون لك تشخيص جدي حتى نبني عليه سياسه اخرى بالنسبه للتعليم العالي. نعم، نستقبل مكالمه الاخ فتحي من فرنسا. السلام عليكم اخي فتحي. اخ فتحي السلام عليكم اختي يمنى. السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا اخ فتحي. اهلا بك اختي يمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية خالصة إليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وجزاكم الله خير. أولا نشكر البروفيسور كشاد، توحشناه بزاف. شكرا. والشيخ قرومي والأستاذ الحاج سعيد، بسم الله ان شاء الله ربي. استاذ الحاج سعيد، الحاج سعيد بكير ما شاء الله. نوجه تحيه للحاج سعيد بكير، نوجه له تحيه وان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله وجزاكم الله خير. امين. وبارك الله فيكم. امين. والله مسائل في هذا راهي متعقده بزاف في هذه الجامعات، وانا عندي انا نتكلم باللغه تاعي باللغه البسيطه يعني. نعم تفضل. نعم الله يحفظك اختي. على حسب ما شفت يعني الجزائر تعاني بزاف مشاكل من هذه الجامعه. اولا شوفي اختي، نعانوا من مجال الاقتصاد، وهذا المجال الاقتصاد دائما الطالب كي يدخل في تخصص هو ما يدخلش في من باب الرغبه، من باب الحاجه. لان شوفي احنا في الاقتصاد في الجزائر، شوفي الطالب يبذل مجهود كبير، يقرا 10 سنين ولا يقرا 12 عام ولا يقرا 7 سنين، وفي الاخير كي هو يتخصص في تخصص وتكون الرغبه عند هذا التخصص، في التالي يلقى نفسه يعني بلا عمل، يلقى روحه ما يخدمش. هذا اول مشكل. والثاني مشكل
احنا في الجزائر عندنا غير عندنا تخصص واحد للناس، تخصص واحد في مجال كما يقولوا مجال الطب ولا مجال المحاماة، هادو كثيرا في الجزائر اللي يعمل بها. تلقى الطلاب يعني هما مايلين للحاجة ليس للرغبة. احنا نطلب الرسالة تاعنا من الحكومة، يعني هما هاد الحكومة هي اللي تسمع تشجع هاد الطلاب باش يروحوا للتخصص اللي الجزائر محتاجة ليه. يعني كاين تخصصات كبيرة ومحتاجين ليها في الجزائر، لازم على الحكومة يعني ترغب هاد الطلاب باش يتخصصوا في تخصصات واحدة أخرى. وكان مشكل ثاني هي ما كانش الإرشاد في الجامعات، مانيش نعمم كاع، لكن ما كانش إرشادات عن هاد الطلاب، ما يرشدوهمش في التخصص اللي غادي يديهم تخصص يعني في التخصص يعني باش يكملوا فيه، ما كانش إرشادات. هذه رانا نشوفوها قليلة. وكان آخر كلام اللي نتكلم عليه هو ماذا بهم هاد الوالدين، ما هاد الوالدين على بالنا اللي قاسوا وطاحوا وانغبنوا بصح ما يرغبوش ولادهم في التخصص. ماشي الوالدين هما اللي يجبر ولده على باش يدير هذا التخصص، يرغب ولده في التخصص هذا، يخلي ولده هو اللي يختار. لان ولده الى الوالدين رغبوا ولادهم على التخصص وهذاك الولد ما حبش هذاك التخصص، مع الثاني غادي ما يكونش ما يحبش هذا التخصص، ومن بعد يخسر الدراسه تاعو ويخسر بزاف. نعم وصلت الفكره. نعم شكرا بارك الله فيك اخي فتحي من فرنسا على هذه المداخله. نذهب الى مستغانم والاخت سوريا. السلام عليكم اختي الفاضله. علي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله الاخت سوريا. نعم تفضلي. الله نشكر الباقيين الافاضل اللي راهم معك. نعم هي كاينه عندنا نقطه مهمه. نعم تفضلي. خص شهاده البكالوريا، احنا لابليباغ تاع الطلبه تاعنا يقول لك المهم ندي الباك لبغات ب 10. نعم انت استاذه الاخت سوريا؟ مانيش استاذه في دار البنات. نعم 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 نعمل مهمه. نعم تفضل. شكرا. والله العظيم انا بنتي راهي في الثانويه، نقولها ماشي تاع مهم تجيب البكالوريا، هاتي لي المعدل اللي تدي به البكالوريا باش من بعد ما تطيحيش في المشكل تاع الركور، ومن بعد ما ولاوش يقروا. هما كيما نقولوا من يكون معدل 10 ولا 11 هما في الجامعه يوجهوك ويفرضوا عليك هذاك التخصص. صحيح. هذه النقطة الأولى، ماذا بيا إن شاء الله يكونوا المعدلات ما شاء الله باش كل واحد يدير الشيء اللي راه متمنيه. اشتغال على المعدل. على المعدل، والنقطة الثانية والله لابليبار تاع اللي يسكنوا في الأرياف، أنا مخلوعة الأراضي عندهم الماتيريال عندهم، تروح أنا البنت ولا الولد يروح لي يدير تخصص في الطب ولا يدير تخصص انجينير ولا، على ما يديرش تخصص سلاحة، على ما يديرش تخصص بيطري. نعم تبقى ربما هنا الحرية في الاختيار. الحرية في الاختيار ولكن والطموح من حقها يعني تطرح الإشكال هذا. نوجه بناتي لهذا التوجه، نقول لهم ماذا بهم باش يطلعوا من المستوى السلاحة، يطلعوا من المستوى المعيشي تاع الأسرة. ولكن نعم سنناقش هذه النقطة. جميل. نعم حسب رأيي. نعم نعم شكرا بارك الله فيك أخت سوريا من مستغانم، جزاك الله خيرا على هذا الاتصال وعلى هذه المداخلة. تفضل ظل لديك. أنا أوافقها. نعم تفضل. أوافقها يعني جملة وتفصيلة، يعني كنا تكلمنا على المعدل شهادة البكالوريا، ولكن إذا كنا بهذا المستوى في التوجيه أستاذ قرومي، ولكن ليس هكذا اعتباطيا وإنما هو كعمل تربوي. لا هذا عمل قاعدي، يعني هناك جهات كثيرة يعني تعزز وتروج لهذا الفكر بأنني مثلا لدي إمكانيات، مثلا لدي أراضي فلاحية أشتغل في الفلاحة، مثلا لدي مثلا إمكانيات أشتغل في الهندسة. هذه ماهيش مهمة بين قوسين، هذه ماهيش مهمة الطالب هو الذي يحدد. نعم احنا كاين منظومة اقتصادية هي اللي تقول بأن المنطقة الفلانية يعني يغلب فيها الطابع الفلاحي ولا مثلا المنطقة، يعني مثال يعني على الفلاحة يعني خذ هي احنا قلنا المنظومة اقتصادية من خلال
احتياجات الدراسات الاستشرافية والمستقبلية هي اللي تحدد. قال هذه منطقة فلاحية لابد أن تأخذ هذا الطابع الفلاحي ونشجع على تنمية هذا الطابع وخدمته من خلال إيجاد الطاقات، والطاقات هذه هي الطاقات الشبانية. ونفس الشيء نقوله عن المناطق الأخرى اللي تكون فيها الطابع عندها اقتصادي ولا طابع صناعي، ولا لابد من أن تتضافر الجهود. وشكون اللي حدد هذه المناطق بهذه الكيفية؟ هم الخبراء. صحي الأستاذة ولا الأخت اللي اتصلت يعني ذكرت نقطة مهمة، يعني قالت لك علاش يعني تنقلوا من مكان بعيد مع أنه الخير موجود عندهم فيتخصصوا فيما يجدون فيه ضالتهم. احنا الآن المتخرجون كثر لكن الذين يحصلون على وظيفة يعني قلة، ولذلك ترى التخصصات التي يتوجه إليها كثيرا هي التخصصات اللي عندها الطابع الخاص، يعني البريفي الطابع الخاص. الآن اللي يدرس طب يقول لك أنا نفكر نفتح كابيني، اللي يدرس محاماة كيف كيف يفتح مكتب، ما يستناش الدولة، ما يستناش الدولة توفر له شغل. نفس الشيء نقوله عن الذي لديه الإمكانيات يعني المساحات الأرضية، تحتاج يعني الخبرة ربما فيها يعني تحتاج إلى خبرة، لكن تحتاج إلى الأمر أن الطالب هذا لما يتخرج يجد المجال متاحا أمامه، يعني لازم له خبرة نتاع سنوات في القطاع العام لكن يستطيع أن يفتح مكتبا خاصا. وهذا هو السر في وجود قلت الكم الهائل في التخصصات اللي نتكلم عليها، سواء في العلوم الإنسانية ولا حتى في العلوم الطبية. طيب الأخرى الحاج سعيد بكير، هل التفكير في عندما يكون التفكير على أساس ما ذكره الأستاذ الحاج أستاذنا قرومي صحيح بالنسبة للطالب المنطلق في الاختيار، هل يكون صحيح بهذه يعني الفكرة؟ المنطلق في الاختيار دائما هو التوجيه، وهو أنه الرغبة تاع الطالب يجب أن تكون حاضرة بقوة، فقط لا نصنع نحن رغبته. معناها حتى هناك الطالب إذا كانت لديه هذه الرغبة على هذا المنطلق بأنني أتمكن ماديا عندما يعني أنهي دراستي، رغم أنه أحيانا لا يحب هذا التخصص في نهاية الأمر، لا يحب التخصص ولكن من هذا المنطلق يدرس. ربط التخصص فقط بالمنفعة المادية فقط فقط خلل كبير. نعم نناقش هذه أيوة ربط التخصص بمنفعة هذا شيء طبيعي، ولا يمكن أن نسير ضد رغبة الطالب ولا ضد منفعة هو ضد المنفعة. أي إنسان يبحث عن منفعة، لهذا يأتي الخبراء ويقولون أنه الدولة كدولة جزائرية لها هذه معناها الاستعدادات المستقبلية، نريد أن نتوجه نحو الاقتصاد، نحو الصناعة، نحو التجارة، نحو أنشطة ساحلية إلى غير ذلك مثلا، والزراعة وتربية الأغنام. فتوجه ماذا تفعل الدولة؟ توجه الناس، تحضر الجامعات التي تستوعب الناس الذين يأتون إلى هذه التخصصات، بعدين يأتي لا يأتي هو يبحث عن منفعته. فعندما نحدد التخصصات المستقبلية هذا لا يعني أنني أوجه الطالب إلى ذلك التخصص قسرا. ممكن لإنسان يعمل في تخصص يقول لك التخصص هذا تاع الخبزة، قل لك مباشرة، وما أجمل الإنسان يكون صريحا مع نفسه، قل لك ما نحبوش نخدم على جل الخبزة، على جل وظيفة معينة ولا، ولكن الأمل نتاعي في المستقبل أنني أختص في كذا وكذا. هذا الانسجام معناه أي اختيار يجب أن يكون له خلفية وجدانية حتى يكون منتج. إذا ما كانش عنده خلفية وجدانية لن يكون منتجا، يكون رقم فقط. لهذا نستغرب أحيانا العمال ما عندهمش دافعية للعمل، علاش؟ لأنه هذاك الإنتاج هذاك مربوط بالدافعية، والدافعية ما كانش موجودة. قال له وراك رايح؟ قال رايح الخدمة، موش رايح يخدم. على لماذا؟ لأنه مباشرة لما يحصل هناك حضور أيوة ما كانش هناك دافعية. على العكس تماما لما يفهم هذاك الطالب هذاك ويقتنع هذا الرغبة، لما ما يمكنش نتعامله مع طالب جامعي في سن الرشد عنده لاكارت بطاقة التعريف نتاعو الوطنية وعنده الباسبور نتاعو، ونتعاملوا معهم على أساس أنه أطفال تاع المرحلة الابتدائية ونتاع المتوسطة، وندفعهم قسرا إلى بوجهة معينة. لا، عنده كامل الحرية. الآن الدور نتاعي كمجتمع، الدور نتاعي كإعلام، كنظام، كدولة، كأسرة، أنني أفتح له الآفاق وأتركه يختار.
ولما تحدثت عن نفخ الروح في بعض التخصصات لأنها فعلا مجدية، لأنها فعلا مجدية. لما تحدث مثلا على هولندا كله معنى اقتصاد نتاعه في شق كبير منه مبني على تربية الأغنام، وإحنا تربية الأغنام معناها متروك ومدفوع لا يتخصصوا فيه. مع كل الثروات الموجودة الطبيعية الموجودة، الأستاذ الفاضل تحدث عن اختصاص التسويق وإدارة الأعمال كيف ينظر إليه، تخصص علم النفس كيف ينظر إليه. لو نفخنا الروح في هذه التخصصات التي هي التي معنا شريان المجتمع، لأحس كل طالب أن التخصص الذي يذهب إليه يستطيع من خلاله أن يثبت ذاته، يحقق الذات نتاعه، ويستطيع من خلاله أن ينفع مجتمعه وأن يبدع. أن يبدع بارك الله. لما تحدث مثلا على تخصص علم النفس، خبرتي هذا التخصص علم النفس، لما نروح إلى الواقع نجد الحاجة كبيرة جدا جدا جدا، معناها يعني بشكل لا يوصف. ولكن لما نروح نديروا استطلاع في طلبة علم النفس، كم من الطلبة اختاروا رقم واحد علم النفس؟ أكيد لن تتعدى النسبة 20%، أكيد. لماذا؟ لأنهم لم يدركوا حقيقة هذا التخصص، وأنه تخصص معناها حساس جدا في المجتمع، مطلوب كذلك، مطلوب جدا، والحاجة موجودة وملحة في كل المستويات وفي كل التخصصات. هذا التخصص الذي يدفع الأبواب، احنا نريد أن نعلي من شأنه. الشيء الذي أريد أن أقول أنه مهم جدا في هذه الحصة، أنه لما نوجه كلامنا إلى الطلبة، طيب راح التخصص ما يحبوش هو، ثم ما راحش التخصص اللي يحبه، وجهها الى تخصص ما يحبوش. اي لابد ان نميز. بارك الله فيك. كنت اود ان اطرح هذه النقطه يعني صراحه، ولكن نناقش هذه النقطه، ولكن بعد ان نستريح مع هذا الفاصل الانشادي فلا تبتعدوا مشاهدي الافاضل، جزاكم الله كل خير. المشكل في شبابنا الان بسم العلي من علامه نبدأ الكلام بسم العلي العلام نبدأ الكلام والصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله بسم الله بدينا فتحنا بالقرآن وعلى الزين صلينا طه سيدنا العدنان بسم الله بدينا فتحنا بالقرآن وعلى الزين صلينا طه سيدنا العدنان سلام عليكم ورحمة الله ربي بارك فيكم يا ضيوف الله بسم الله بدينا فتحنا بالقرآن وعلى الزين صلينا طه سيدنا العدنان بسم الله والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذا المقام يا علي يا منان
والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذا المقام يا علي يا منان والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذا المقام يا علي يا منان واجعل هذه الليلة مبروكة وجميلة بشموع وشعيلة تضوي في كل مكان واجعل هذه الليلة مبروكة وجميلة بشموع وشعيلة تضوي في كل مكان والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذا المقام يا علي يا منان والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذا المقام يا علي يا منان والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير كيف ما درت عباد الله كاملين امي متي لالا لركب عولو وامي متي لالا لركب عولو وامي متي لالا لركب عولو فمقام النبوي فمك انزلو والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير كيف ما درت عباد الله كاملين والله يا ربي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلوا على معلمنا الأول محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نواصل مع حضراتكم مشاهدي الأفاضل هذا البرنامج مفاتيح والحديث يتواصل فيما تبقى من عمر البرنامج عن التخصصات الجامعية بين الرغبة والحاجة وأستاذ حاج سعيد بكير فتح يعني نقطة كنت أود أن أفتحها منذ البداية ربما يتساءل الآن كل طالب وجه في تخصص لم يرغبه ولم ربما لا يلائم حتى قدراته العقلية ولا تخصصاته أحيانا نجد مثلا بكالوريا علوم يوجه لي الأدب كما يعني حالتك أستاذ بكر يعني متخصص بكالوريا علوم يعني وجهت لي الفلسفة وجهت لي الفلسفة نعم ودرستها فلسفة التربية درستها نعم درست عن حب درس أول إن بدون يعني أي درستها أم درستها درستها نعم يعني حالة الآن معنا حالة درست أولا ليسانس في العلوم الشرعية ثم غيرت إلى فلسفة تخصص تربية فلسفة التربية نعم جميل ولكن بعيد عن التخصص بعيد يعني عن العلوم يعني في كل طبعا لماذا اخترت العلوم؟ لأني مع الانسياق الجماعي الذي كان موجود آنذاك على أنه عندك معدل جيد وتدرس جيدا في المرحلة المتوسطة إذن يجب عليك وجوبا أن تذهب إلى شعبة العلوم نعم. فإذا ذهبت إلى شعبة الأدب كانت نظرات الناس كانت منقصة نعم. إذن هنا يعني الضبط الاجتماعي هاي وهنا كاين واحد الانسياق الناس وهذا خطأ وهذا خليل كبير جدا أنا كان عندي بنتي تحب تروح علوم نعم. قلت لها شوفي المسار تاعك قلت لي عندي سنة الرابعة جبت 14 في الرياضيات قلت لها ما تشوفيش آخر البروفي اسمه الشهادة شوفي المسار المسار كامل مع سنة أولى متوسط ثانية متوسط ثالثة متوسط رابع متوسط شوفي المسار تاع المواد العلمية بالمقابل شوفي المسار تاع المواد الأدبية وصدقا معناها عادة ما الطلبة لما يصعدوا من المتوسط إلى الثانوي المعدلات نتاعهم تنقص شوية صحيح هي لما صعدت إلى الثانوي المعدل تاعها تحسن لماذا؟ لأنها ذهبت إلى الاختيار الأنسب لها نعم. بالنسبة لها نعم. عندنا واحد السؤال دائما اسمه نطرحه نقول من الذي يجد مشكل في الاختيار نعم. في الجامعة ما الذي يجد مشكل عندنا نجيب على السؤال نستقبل الحجة بريكسي نترك الحجة يعني لا 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 على عيننا ورأسنا تنتظر طويلا الحجة مساء الخير الحجة بريكسي السلام عليك بنتي يا منى السلام على اللي راهم قاعدين معاك وعليكم السلام وعلى أم سيدنا محمد كافة وعلى قناة الخميسة من المدير للحارس الكامل عباد الله اللي متبعين قناة الخميسة وأنا معهم تاني يبادلونك التحية يبادلونك التحية الحجة بريكسي وأصبحت يعني مشهورة في قناة القرآن الكريم حتى الزملاء يعني ينتظرون اتصالك يعني في كل حصة ينتظرون الحجة بريكسي متى تتصل
ياك الله يحفظك يا بنتي، ما نحفظ اللسان بين الاسنان، انت وام سيدنا محمد. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. بنتي هاد القرايه تبارك الله، حتى انتم ما راكم ناسين حتى موضوع. هاد القرايه دروك كامل نوليو شيفان وكامل نوليو طباخ، ما عندنا لا اللي يخدم النجاره ولا السباك ولا اللي يسرح الويدان ولا اللي يتلاحق. نبغيو غير كيش نقولوا، نبغيو نكسبوا قدام ما نخدموا. صحيح نعم. وهذه ماشي حاله بنتي القرايه اللي راها تعد الزمان، اللي احنا ما قريناش ولادنا. وفي الاكاديمي ثاني بنتي شويه شويه، هذه الدنيا راها مرونه، غير الله يجيب من يسلكها. قال امين 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 يا رب العالمين. غلطت ولا بغات تصفى وطلع خزها فوق ماها، ما عرفناش شكون مولاها، يا رب تجيب لنا مرحوم الوالدين اللي خاف ربي. امين يا رب العالمين، ربي يصلح الاحوال ان شاء الله ويحفظ هذا البلد الحاج امين امين امين. هذه البلاد اللي ماتوا عليها شبان وشابات والحمد لله. الحمد لله نعم. بصح بنتي دروك احنا كبار ورحنا نشوفوا واش اللي يكون يقرا في الادبي واللي يقري الماط، غير روحك شوفي. نعم صحيح نعم. كل واحد يتبع الاتجاه تاعه، وهاد الدراري كيما يبغيوش يقراو ثاني نزيروهم شويه، الا ما قراوش وما داوش الباك راه كاين التكوين. ماشي يقول لك ما نقراش حتى في السنه السادسه، اي با يتقلق على السولدي اللي كان الفرو ولا الدورو والاورو كمل لهم جدهم، يمشي يشري له بورسات ويوقفها في الطريق يبيع. نعم الضحكه بنتي راه خاطر انا شويه ما مخلوضه في العقل. نعم لا لا كلك يعني كلك يعني تمام، يعني عقلك تام وكامل الحاجة بريكسي، ورانا نتعلموا منك يعني، رانا نتعلموا من خبرتك. ماشي خدمه واش ما تنفخ لها الحوس وتبات تخدم في الخبز وصباح توقفها في الطريق. كي تعلم السولدي هذا كيما يصيفش السولدي يولي خاين يولي جريسي السنة السادسة ولا الخامسة تريدي، هذه أنا بعد ما جايتنيش في العقل. صحيح نعم. وماذا بينا نتكاكاو ونقري ولادنا، على خاطر قال لك إلا قراو في هذا الزمان، وسمحوا لي أولادي لا تقبضوني في الطريق تعطيوني. قال لك إلا قراو ونعماو وإلا حجوا طجوا، ما كان حاله غير الله يجيب شي رحمه الهيه وما يحاومكم ويقدركم ويزيدكم في هذا الشيء اللي راكم فيه. يا ربي تحفظ هذه قناه الخميسه اللي سكنت لي في الدم ودات لي العقل. هذه ببركه القران، ببركه القران الكريم الحاجه بريك. الله قال لك اللي يقرا القران فضلوا عليه بال، واللي يقعد يهضر في السادات كيتو. يبقوا على خير والله يعاونكم ويقدركم. اللهم امين يا رب العالمين. ابقي في المتابعه وابقي في التواصل معنا الحاجه بريكسي. نذهب الى وهران والوفيه للبرنامج ام عماد. السلام عليكم ام عماد. تحيه عطيه لاختي يمنى، سلام لك ولضيوفك الكرام على هذه الجلسه الطيبه وهذه الاطفال النيه وهذا الموضوع المهم. والله الاخت الموضوع مهم جدا، يعني يا ام عماد مهمه الجامعه، ام عماد تشجيع الطلبه حسب نتائجهم، ام عماد تسمعينني وحسب ميولاتهم الشخصيه توجيههم الى تخصصات، لكن للاسف الجامعه اصبحت لا تؤدي هذا الدور كما ينبغي. انا اود ان اتحدث عن مسؤوليه الجامعه اليوم. ام عماد ام عماد يا ام عماد هل تسمعينني ام عماد؟ رجاء ام عماد هل تسمعيني ام عماد؟ نعم. يعني أود أن تحدثيني لأنه لديك تجربة خاصة ومميزة نود أن تنيري بها المشاهد فيما يخص يعني دراستك الجامعية، يعني أنا أعرفها جيدا، أود أن تنوري بها لأن كنت تحبين الصحافة. نعم هذا ما كنت أود أن أتحدث. نعم تفضلي. نعم عنها. والله قلت لك يعني انطلاقا من تجربتك الشخصية أتحدث عن الفكرة ثم أعود إلى النقطة التي ذكرتها. قلت الربط والتنسيق بين نظام التعليم العالي وبين حاجات سوق العمل، في غياب للأسف غياب دراسة استكشافية دقيقة لفرص العمل، نجد هذا الكم الهائل من الطلبة الذين يتخرجون سنويا ثم يجدون أنفسهم بطالين. بالنسبة أنا كنت بعد تقاعدي التحقت بجامعة وتخصص علم الإعلام والاتصال ودرست حتى ماستر واحد وماستر اثنين، وفي هذا الموضوع كان معي عدد هائل من الطلبة تقريبا 400 طالب من كل جهات الغرب الجزائري في جامعة وهران.
بعد نهاية الدراسة والله صدقيني هناك عدد كبير من الطلبة من وجدوا أنفسهم بدون عمل. أعرف واحد هو في كلهم في مرتبة أبنائي وبناتي، هو اليوم سائق أجرة أخرى كذلك في سن العفو سن بنتي اليوم هي كاتبة في البلدية. كل واحد لم يتحصل على التخصص الذي شيق إليه سواء أراده هو أو سواء وجهته الجامعة إليه، هذه مشكلة كبيرة. ضف إلى ذلك ذهنيات الطلاب، هناك بعض الطلاب من تستولي عليه ذهنية معينة، مثلا كنت متقبط مجال الطب، هناك كثير من الطلبة من يصرون على هذا التوجه رغم أنهم يعرفون أن هناك عدد هائل وكافي، لكن لأن الطبيب له مكان مرموقة وله مثلا مرتب إليه تجد معظم الطلبة يتوجهون لهذا التخصص. نتمنى من الجامعة أن ترقى بتخصصات مثل مثلا في المجال السياحي، لماذا لا نطور هذا التخصص الذي أصبح مورد أساسي في اقتصاد الوطن. قلت لابد للجامعة أن تستدرك هذه النقاط وتستدرك هذا الضعف وتحاول أن ترقى بالجامعة إلى مراتب عليا، خاصة أننا نعلم أن الطالب الجزائري له قدرة على منافسة الطالب الأجنبي، وقد أثبت الطلاب شطارتهم وقدرتهم في كل المجالات في كل المجالات وفي كل البلدان. وشكرا. شكرا. نعم شكرا، بارك الله فيك أم عماد من وهران على هذه المداخلة. إذن أستاذ رابح كشاد نجيب يعني على السؤال الذي أو الإشكالية الذي أثرها أستاذنا الفاضل. مثلا الآن عند الطالب عندما يجد نفسه في تخصص لا يرغب فيه ووجه إليه، ما العمل؟ في الحقيقة هو كثير، لكن ما العمل؟ هنالك طلبة كما قلت. هل هذا سلوك يعني صحيح تسلكه الجامعة؟ هل هذه استراتيجية يعني؟ هل هذه سياسة؟ ما ليست يعني؟ قضية سلوك، هذا ليست جزئية يعني، في القضية نراها برؤية أكبر. لما نتكلموا الجامعة لا نفصلها عن منظومة تربوية ككل. نحن لنا خطأ استراتيجي قاتل وهو الفصل بين التعليم الأساسي الجامعة والتكوين المهني، والآن البلدان في العالم تحاول أن تجمع بين الثلاث، هذه نقطة أساسية. نقطة اثنين، ما هو المطلوب بالمنظومة التربوية لتحت؟ يعني الأسرة، ما نتكلموش على الأسرة، الأسرة ليست عملية تقنية تحويلها، لكن إذا كان فيه إشكال المنظومة التربوية تلعب دور كبير، تحبب التلميذ العلم وتبني شخصية التلميذ وتصل به إلى القدرة على بناء مشروع، يعني هذا مهم جدا، هذا غير موجود. منظومة التربوية الآن مهندسة بطريقة تقنية، يعني تعطي المعلومات تملأ رأس التلميذ معلومات وانتهى، بناء شخصية التلميذ مغيب تماما، وهذا الذي تقوم به يعني أكبر منظومات التربوية في العالم، يعني أكثرها نجاعة في العالم. النقطة الرابعة مهمة جدا، يعني مسار الآن المجتمع غياب كل، يعني حتى هذا الاضطراب موجود في ذهنية التلميذ عندما يختار التخصص ناتج من الاضطراب في المجتمع، ما نزوش نفصله، يعني فيه غموض فيه تذبذب، فيه غياب الرؤية. وأنا في الحقيقة يحرجني المجنون كثير من التلاميذ أو الطلبة عفوا يطرح لي سؤال، شيخ خلينا نقرأ وكي نخرج وش ندير بهذا التخصص. صدقيني من الذي يستطيع أن يقدم له الجواب ويعطيك، يعني يقول لي أنا هاني نقرأ باش نخدم وش ندير به هذا التخصص، وش تقول له؟ لأن في كثير كما قلت المشكلة موجودة حتى في كثير من التخصصات، لا يوجد تنسيق بين سوق العمل والاقتصاد. مثال بسيط الآن، نعطي مثال بسيط مثلا في التخصصات التي يعني ممكن نؤسس لها وغياب تام. مثلا نأخذ مثال الجزائر، فيها الآن عجز أكثر من مليون مؤسسة تتطلب يعني لكي تصل مع المعايير الدولية على الأقل إنشاء مليون مؤسسة. هل الآن فيه تكوين وتخصصات حول المقاولاتية مثلا، ندرب التلاميذ على الروح المقاولاتية، ينشؤون مؤسسة، نخرجهم من فكرة أنا نخدم نقرأ باش نخدم عند الدولة، يعني هذا مورث، هذا مورث بالأجيال، هذا ثابت مورث من منذ الاستقلال مورث، يعني حتى ولا يزال. لماذا؟ لأن الساسة والنظام السياسي هو الذي سوق لهذه المسألة، زرع الوهم
عند الناس وسوق لهم هذه الصوره التي لا غير حقيقيه بتاتا. فيه مشكل كبير على المستوى الاستراتيجي. الناس اللي سيلت القطاعات للاسف الشديد داتوا كما نقولوا للهاويه. اذا اعاده بناء هذا، لان قضيه التخصصات هو جزيئه من بين كل المنظومه المتروكه الان. غير معقول انك مثلا التكوين المهني يعني خلوه في الزاويه وكانه قطاع زائده دوديه، سمحي لي الكلمه. هو قطاع استراتيجي حساس يطلب اعاده النظر في البكالوريا. اين هي المتقنات؟ نتذكر كانت متقنه رويس ويضرب بها المثل تحضر للتقني. على مستوى الثانويات كان لك عمل. لماذا تم تكسير هذه المؤسسات الرائده التي كانت تمول التكوين التقني؟ كانت في حتى نهايه السبعينات التكوين التقني كان له يعني كان توجيه اولي، أولي. ثانويه رياضيه وثانويه تقنيه وفيه نوع من الكاريكاتوريه. في بدايه السنه ابواب مفتوحه التخصصات. لا يا اخي، الناس تعمل الان بمنشطين محترفين مكونين في التوجيه، مدارس السنه، مكاتب التوجيه على مستوى السنه، والوسائط الاجتماعيه نحركها، يعني التلميذ في اي مرحله، والتوجيه يذهب الى التلميذ، ماهوش هو التلميذ راح التوجيه. ممكن على مستوى الثانويات بمقاطعات مثلا في مكاتب موجود. التوجيه نحسس يعني نقوم بعمل كبير على مستوى اتصال مؤسساتي شبه منعدم. لما تعطي له مطويه وتقول له هاو التوجيه، لا، التلميذ ماهوش مطويه. إذا ممكن جدا على مستوى المنظومة التربوية ربطها بالتعليم العالي، ربطها بالتكوين المهني. أتمنى أن تكون وزارة واحدة وفيها يعني يسميها كم يحبوا، لكن يجب أن تعمل مع بعض، وهذه تبني استراتيجية موحدة يعني هكذا يمكن أن نجمل. لكن بهذه الطريقة ربما راح نزيد نخرجوا للأسف الشديد تلاميذ محبطين أو طلبة محبطين حاملي الشهادات ولا يعرفون ماذا يقومون في المجتمع. نعم، وربما الكثير من الحالات نصادفها اليوم أستاذ قرومي. نعم، هو الأصل، هو الأصل أن التكوين المهني مكمل فعلا للثانوية العامة. صحيح، هو مكمل. احنا الآن أصبح موجود لدى تلاميذنا أن الطالب الموجه للحياة العملية، كانوا يكتبوا لهم في صحيح موجه موجه للحياة العملية في ذهن الطالب. تلطيف للعبارة، تلطيف للعبارة، مطرود مطرود. ها، يقول له موجه للحياة العملية، مراعاة النفوس، مراعاة لكن هل فعلا هذا الطالب وجهته للحياة العملية؟ وجهه للشارع، وجهه للشارع. أعلاه، لأنه لم يقع التوجيه المناسب. أنا أذكر لكم حادثة وقعت، يعني باش نشوفوا أهمية التوجيه. وقعت لأحد الطلبة، كان يدرس عندي في الثانوية سنة أولى ثانوي، مسكين لا علاقة له بالدراسة ولا رغبة له في مواصلة الدراسة. وبحكم أني أستاذ لاحظت ذلك، فأخذته جانبا قلت له يا وليدي علم تقرأ، شوشك حاب، مشك حاب تقرأ؟ قال لي أنا لو كان ماشي بابا ما نجيش نقرأ. اللهم بارك، لكن وشك حاب تدير كما تمشي حاب تقرأ؟ قال لي أنا نحب نولي ميكانيسيا. رغبة رغبة. قلت له هل فعلا تحب هذا المهنه هذه؟ قال لي نحبها. قلت له لو كان نهضر مع الوالد نتاعك انت تروح للتكوين المهني ودير واش راك ترغب فيه؟ قال لي يا ريت يعني الوالد تاعي يقبل. فما كان مني الا ان ارسلت الى والده، فجاء حدثته على انفراد على رغبه ابنه، وزدت حفزته على انه يوافق على اختيار ابنه. سبحان الله العظيم، بعد مدة يعني بلك 10 سنين ولا فاتت على المرحلة هذه، فيشاء الله تعالى أن أقع بسيارتي في يعني تعطلت السيارة في مكان قريب من بيرتوتا، فسألت عن ميكانيكي في الأقرب، فدلني مجموعة من الشباب إلى يعني محل، نعم، يعني قارات، قال لي راح ثم وكان ميكانيسيان مليح ويخدم مليح وكذا. المهم مشيت أنا بنيتي يعني رايح، كنت بالعائلة، فإذا به أجد هذا الشاب ما عرفتوش بحكم تغير الملامح، يعني هو عرفني هنا ما عرفتوش. فالسيارة سقمها يعني في لحظة تقريبا نصف ساعة، ثم قلت كم حسابك يا ابني؟ وش يقول لي؟ قال لي الشيخ تخلص بك. الله أكبر. والله الآن أذكره رجل يعني بنى بناية ما شاء الله، قال لي هذا البناء تشوف فيه، قال لي هذا بفضل
نصيحتك. نعم. كلمة هنا واش نستنتج؟ طيبة. ماذا نستنتج؟ ماذا نستنتج؟ أن الإنسان لما يرغب في حاجة ما أبلغها راح ينجح أبلغها فيها. من كلمة خلصت بكر يعني نعم يعني نعم بهذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن في أقل من 30 ثانية لأنه البرنامج دقيقة على نهاية عمر لما الطالب يوجه ويدفع إلى تخصص لا يرغب فيه يدوس معه ولا يجب يتأقلم معه؟ نعم يجب أن يتأقلم معه. نعم يجب يتأقلم معه يحوش كيف يتأقلم معه. نعم إذا يجب أن يتأقلم معه 40 ثانية. يعني سعدنا كثيرا بحضورك أستاذ حاج سعيد بكير أستاذ جامعي في المدرسة العليا للأساتذة بالعاصمة. شكرا جزيلا لك على الحضور أستاذنا شيخنا الشيخ قرومي. شكرا على الحضور أستاذ بروفيسور ربح كشاد. شكرا للحضور والشكر الموصول لكم مشاهدي الأفاضل. شكرا لكل من شاهدنا واستمع وتابعنا وانتفع. في الختام تحياتي تحيات الفرقة التقنية التي رافقتني. دمتم آمنين سالمين وفي أمان الله ورعايته. السلام عليكم. وعليكم السلام.